اشتغال انشغال القوات العراقية بمكافحة الإرهاب في البلاد اشتغله البعض للقيام بأعمال مخالفة للقانون، ومنها انتشار عصابات الجريمة المنظمة التي يقول خبراء إنها تهدف لضرب اقتصاد العراق عبر قيامها بعمليات التزوير والتخريب. مزيد من التفاصيل مع مراسلنا في بغداد تحسين طه. عصابات الجريمة المنظمة نشطت في العراق بشكل ملحوظ، مستغلة في ذلك انشغال القوات الأمنية في الحرب على الإرهاب. مواقع التواصل الاجتماعي وثقت العديد من جرائم تلك العصابات التي ركزت في الغالب على ضرب المصادر الاقتصادية للبلد كحرق الأسواق أو السطو على تجار العملة وغيرها من العمليات التي تصنف بالحرب الاقتصادية. الحرب الاقتصادية ربما قد تكون أخطر من الحرب العسكرية، خصوصا أن هذه يعني أن خطورة هذه الحرب أولا تعود إلى فقدان قيمة الدينار العراقي، وبالتالي تعمل إرباكا اقتصاديا قد يستغل انتخابيا في المرحلة القادمة. في المقابل، وزارة الداخلية العراقية فعلت جهد مديرية مكافحة الجريمة المنظمة وتمكنت من ضبط الكثير من العصابات وإحباط عملياتهم التي تستهدف المواطنين. شبكة CGTN العربية تمكنت من توثيق ضبط مجموعة شاحنات تحوي على أطنان من الأدوية المزيفة وغير المطابقة للمواصفات العراقية والتهرب الضريبية أو التي تستخدم لأغراض غير طبية كبديل عن المخدرات. هذا نموذج من عدة قضايا بهذا الموضوع اللي تحتوي على التهرب الجمركي والأدوية الممنوعة تداولها داخل العراق، بالإضافة إلى اللي عدم دخولها عن طريق وزارة الصحة وفحصها، يتغير الليبل مالتها والأكسبايرات يتلاعبون بها. هم أكو حالات يعني تم إلقاء القبض عليها. وتمكنا من تصوير ضبط السلطات لمواد كانت تستخدم في تزوير نحو 6 مليارات من العملة المحلية بعد أن تم إدخال المواد من الخارج على أنها ورق للمطابع المكتبية، وهو ما يندرج ضمن ما يعرف بالجرائم العابرة للحدود ومنها تجارة المخدرات. ما نقول احنا ما عندنا جرائم، عندنا، لكن هذا الاسبوعين شهدت نوعا ما انخفاض نسبي في عدد الجرائم المرتكبة حتى في موضوع المخدرات. من اقول الجريمة عبر الوطنية، المخدرات هي جريمة عبر الوطنية، ايضا جريمة منظمة باعتبار انه المواد قد تأتي من بلد وتمر من بلد اخر وتنتقل الى بلد ثالث، والمتعاطي قد يكون في بلد رابع. هذا ما نتكلم عنه عن الجريمة المنظمة. واستطاعت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في الآونة الأخيرة من إحباط عمليات كبيرة في بغداد والمحافظات، كضبط عمليات تهريب الآثار والأدوية والمخدرات وإلقاء القبض على العصابات المختصة في هذه الجرائم المنظمة. وبهدف السيطرة على انتشار الجريمة المنظمة وغير ذلك من النشاطات المخالفة للقانون، كثفت المنظومة الأمنية من اعتمادها على أبراج المراقبة المجهزة بالكاميرات، إضافة إلى نشر عناصرها في المناطق المشبوهة وتحفيز المواطنين على الإدلاء بالمعلومات. تحسين طه، قناة CGTN العربية، بغداد.